طب انت دلوقتي قلت يعني ناس كتيرة لعبوا في الحتة دي، بس في واحد نجم كبير في النادي الاهلي كابتن شادي محمد في الحتة دي، وراجل تاريخ كبير. شادي محمد اكيد هنسى ناس، اكيد هنسى ناس. لكن شادي طبعا حد يقدر ينسى؟ لا، شادي من الناس اللي انا بحبها جدا، وكان عنصر قوي في الست سنين بتوع كابتن حسن شحاته طبعا، ومؤثر جدا ولاعب كبير طبعا. وبعدين هيمشي مع دماغك في الفكر الاستثماري والبورصه؟ لا 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 لا، وجو الاستثمار اللي انت فاتحه هيمشي معاك بشكل، انت ما تعرفش شادي كويس بشكل كبير. شادي معدي، شادي مساء الخير. شادي معدي الناس دي كلها. كابتن شادي، كابتن شادي. الو، مساء الخير. الو يا كابتن شادي، سامعك؟ سامعني؟ ايوه سامعك. وحشني، عامل ايه؟ وانت كمان، بقول لك لحقته. ما انا كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. وطبعا انا يعني قلت ايه، بس اسبق شادي في قلبي يعني، ما يتنسيش في قلبي. ايه وانت جبت سيره الراجل؟ انت ما جبت سيرته اصلا برضو كده. مش انا في الفصل قايل لك كابتن شادي كابتن شادي عظيم. كل سنه وانتم طيبين، والشعب المصري كله بخير، وبرحب بيك كابتن سيف واخويا وصديقي فتح الله. حبيبي يا شادي، واحد من الشخصيات المحترمه جدا جدا. وخلي بالك اللي في ناس كده ما تعرفش يعني، مثلا ممكن ما تعاشرهاش ما تقيمهاش، يعني فتح الله الناس المحترمه جدا جدا، واخ عزيز انا بعتز بصداقته، لكن اعترض عليه على حاجه واحده. قول يا كابتن. قال لك البطولات والدنيا وكاسات. قال ايه؟ يا فتح الله هنكذب على الجمهور بقى يا فتح الله. قال البطولات والكاسات وبتاع، بيقول لك ايه هنكذب على الجمهور ولا ايه؟ ليه؟ قلت ايه؟ ان انت يعني الدنيا خدت بطولات، هو الراجل بيقول لك يعني ما احضرهاش. ما اتكلمش خالص، ما اتكلمش خالص، ما اتكلمش في الحته دي. هو الراجل بيقول لك يعني اللي في عهده هو ما شافش حته، لان البطولات كانوا كلها بياخدها الاهلي. يا عم مبروك يا شادي. بس مع المنتخب يا كابتن شال معاك كتير برضه. طبعا فتح الله اخويا طبعا، حبيبي يا شادي. في تاريخ كبير جدا مع المنتخب الحمد لله، وكنا مع بعض في واحده من اهم البطولات في تاريخ مصر في 2008. ولو انت بقى بتتكلم على الارانب بقى كابتن سيف، انت معاك نجم الارانب المستخبيه. ما هو بص يا كابتن، ده المزرعه بتاعته. ما انا عارف يا نهار اسود. اسالني انا بقى. ما انا بقول له واحد من مدرستك، فيعني قلت برضه هتعرف تلاغيه في الحته دي. لا، ما دي انا عارف. أيوه. انا دي عارف. يا شادي. ايوه، عايز اقول لك حاجه، ان شادي اللي كان بيعرفنا الطريق. يعني قبل اي حاجه ما تحصل، اي مكافاه، اي حدث هيحصل، اي حد هيقربنا، قبلها بيومين شادي يكلمنا. عارف كل حاجه من الكواليس. بس خلي بالك كابتن شادي عنده مشكله، الفكه في جزء كبير من جدا منها راح طار. اقول لك فين؟ طيب اللي دخلت. طب انت عارف فين ولدت يا كابتن؟ لا خالص. فالقصه هاصد. لا، انا الفكه بتفضل معايا فكه. بس شادي الموضوع بيزيد معايا جدا. اقول لك على حاجه، انا شايفه فتح الله اللي انا وانت احسن اثنين بنحلل في مصر، نضرب البدلتين ونطلع مع سيف بالعكس. والله كانت تشرف الدنيا يا كابتن. يا نهار اسود. حبيبي يا جد. بس كده، ومن غير ما تضرب البدلتين يا كابتن. هي محتاجه بدلتين؟ مش محتاجه يعني. بقول لك كابتن، عايز برضو اسالك حاجه. لسه كابتن فتح الله دلوقتي بيقول لي قصه الكوره كلها اختلفت. قلت له يعني ايه اختلفت؟ قال لي يعني السيستم كله اختلف، حته بقى الولاء والانتماء والقصص دي خلاص، الرؤيه ما بقتش موجوده بالشكل ده. رايك انت ايه في المساله دي؟ والله يعني في الوضع اللي احنا شايفينه دي حقيقه. الارقام كبيره جدا في لعيبه ما صنعتش كبير جدا. انا افهم الارقام دي بتقال على اللعيبه بتحقق انجازات وبطولات كتير جدا، فبالتالي انت لازم تعوضها ماديا على اللي بتعمله او على حسب مجهودك. الانتماء، بص هقول لك على حاجه كابتن سيف، الموضوع ده موضوع كبير جدا بصراحه. وانا في حاجه طبعا هتلاقي ناس هوجع هتطلع عليا، واعتقد لو فتح الله هيوافقني في الموضوع ده. انا ضد كلمه ابن النادي وابن خاله النادي وابن عم النادي. كم لعيبه جدا قعدت في النادي وممكن تمشي بعد السنه، ممكن لعيب بيدي وبعد كده يبقى عايز يحترف ويمشي، وممكن لعيب بيجي من بره يكسر الدنيا وتحس ان هو مولود جوه النادي، وعندنا امثله كبيره جدا جدا. الانتماء بتقدير النادي ليك واخلاصك للتيشيرت اللي انت لابسه. دي ثقافه ما بقتش موجوده، لان انت بتروح لعيب الجاهز، والجاهز الكواليتي بتاعه ما بقاش زي زمان. وانا بشوف حتى كنت بتناقش مع كابتن وليد، ودايما بيقول لي حتى هو بيتكلم مع حازم في الموضوع ده، اللي المهاره قلت، اللعيب المهاري بقى عمله نادره.
لو جبت عدهم هتلاقي لعيبه قليله جدا بالنسبه للعيبه المهاريه اللي بتصنع الفارق اللي بتوديه لراس الحربه تجيب اهداف. الكلام ده اللعيبه دي فعلا قلت. فانت للاسف الارقام بتسمعها مع كواليتي قليل مش عالي مش بتستنى مثلا في الجيل بتاع فتح الله في الزمالك وفي الجيل بتاعنا واللي قبلنا واللي قبلنا كنت بتلاقي في جمهور بيروح يتفرج عشان طبعا كيان النادي ولكن بيبقى فيه لعيبه بتصنع الفارق الجماهير بتحب تشوفها. النهارده دور كده في الانديه مين اللعيبه المهاريه قليله جدا. فطبعا متفق معاك تماما ان المهاره قلت والانتماء قل لان الماديات لما بتتدخل بتاخد من حساب الانتماء للنادي. طب حته برضو كنت لسه بتكلم فيها مع كابتن فتح الله وهو يعني دايما مشهورين الناس اللي في الجزء الخلفي او في الجزء الدفاعي ان هم بيبقى عندهم مبادره شويه ان هو يشوط ضربات الجزاء ان هو يزيد براسه. يعني دي كانت دلوقتي الكره الحديثه، زمان برضو كان في ناس كتير كده. والله يعني كويس اللي انت ذكرت، انا كنت هتكلم في الموضوع ده. واحد خلي بالك دايما انت كابتن سيف عشان بنشوف فتح الله مثلا كان بيه عشان هو ضيفك كمان لما بنشوف اللعيبه انت ما بتعرفش امتى اللعيبه غير لما الجيل مثلا يبطل شويه او اللعيب يبعد فيطلع لك جيل تاني. فتح الله التاريخ هيكتب واحد من اهم الناس اللي بتلعب ضربات ثابته ومن بعد وبامتياز وباتقان للامانه. وانا والله ما بجامل يعني ضربات الجزاء في هدوء في تركيز لان خلي بالك انت النهارده لما بتركز في زاويه واحده تلاقي كل الفرقه بتتفرج عليك وفي محاضرات المباراه فانت بالتالي لازم يبقى في ذكاء. انا اتصور كمان فكره السردباكات هي اللي تشوطها. هو في سردباك بيبقى لعيب كوره فاهم بيصنع الهجمه من تحت وبيبقى عنده اتقان وقوه اكتر من راس الحربة بيعتمد يبقى عايز حته فيها مهاره شويه وسط الملعب. لكن انت بتخش السردباك او الليبرو لما بيجي يدخل على ضربه الجزاء بيبقى فيها جديه بيبقى فيها قوه. عشان كده تلاقي دايما وانا كنت بلعب كنت رقم واحد في النادي الاهلي في ضربات الجزاء فتح الله في نادي الزمالك فدي علشان انا بقوله لك بتلاقي اللاعب المدافع بتلاقيه جد اكتر وسيريس اكتر لان انت عارف في مصر ممكن تعمل ماتش جامد جدا وتغلط غلطه تشيل الليله وانت مروح. تفتكر ايه البطوله اللي انت لعبت فيها في كل المراكز وفي اول مداخله ليك في التليفون في البطوله دي قلت مصر كسبت باك شمال؟ يا نهار ابيض انا فاكر كنت خايف من طارق السيد ما رضيتش اقوله افتح صراط العالم. فتح الله فاكر كنا فاكر بس ممكن بعد فتح الله ابتدى في 2008 ابتدى اول ماتش فتح الله وهاني سعيد. والميزه اللي انا عايز اقولها عشان نعلم برضه الشباب الروح الحلوه هي اللي بتجيب بطولات. صح طبعا اغل عليه ولا اقول له ربنا معاك ولما يجي لك دورك هو كمان هيعمل كده ده اللي احنا عملناه في الصحيح. ابتديت فين بقى وخلصت فين؟ ابتديت سيرد باك وبعد كده كابتن حسن كان بيخلي هاني يزيد شويه فاقفل انا ووائل جمعه وفتح الله كان بينزل مثلا ايه النص ساعه الاخيره بس بعد ثلاث ماتشات من البطوله. فالكابتن حسن يروح منزل فتح واحنا كاسبين ينزل فتح الله ويروح ايه يطلع سيد معوض وينزلني انا ايه باك ليفت. فلقيت ماشي عارف انت بيقول لك سكينه في الكاتروش اعمل بالخارجي ماشي اعمل الكابتن حسن. فكابتن شوبير عمل معايا مداخله وكان معاه الكابتن عبد ايمن يونس ومجدي عبد الغني فبيكلموني وقال لي انت خارج من الماتش ورايق بقى ومبسوط. قال لي مبروك. قلت له مبروك ايه في اللي اهم من مبروك مصر كسبت باك ليفت. ربنا يكرمك يا كابتن وان شاء الله يوفقك وكل سنه وانت طيب وقول عليك يا رب الايام بخير. كل سنه وانتم طيبين وفتح الله كل سنه وانت طيب حبيبي يا شادي. كل سنه طيب يا حبيبي موفق دايما في اي مجال كل سنه طيب يا شادي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن شادي. كابتن شادي محمد واحد من نجوم النادي الاهلي. خش على